بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على floating points. floating points زي ما احنا عارفين في السي او في السي بلس بلس بتمثل الارقام الريال values اللي هي الارقام العشرية. دايما المايكرو كنترولرز اللي هي البيك والاف ار و8 و51 ما فيهاش floating point. مثلا float by 3.4 دي بيعمل لها emulation. يعني ايه emulation او software floating point؟ ان هو بيحاول يحسب الحسابات على الانتيجرز ومفيش هاردوير بيبيفورم الحاجات دي. مفيش هاردوير بيقدر يعمل فلوتنج بوينت او يعمل الاوبريشن على فلوتنج بوينت زي الضرب والقسمه والجمع والطرح. الفلوتنج بوينت هو ساينتفك نوتيشن ان بيس 2 زي ما احنا شرحنا في المحاضره الاولى ايه هي البيس 2 كده. المنتيسة والإكسبوننتس أر إنتيجر هي الأس والمرفوع للأس والأس. سوفت وير لايبريز بتقسم الفلوتنج بوينتس الأوبريشنز بتاعتها لإنتيجر واللي هي يقدر سبورت البي سي السي بي يو نفسه, لأن السي بي يو الأرثمتيك واللوجيكال يونت بتسبورت إنتيجر بس ما بتسبورتش فلوتنج بوينت. السلايد الجاية الفاليو بتاعت الفلوتنج بوينت ستور كانتيجر زي ما احنا قلنا. المنتيسة والاكسبوننت دولت نمبر ريبريزنتد از منتيسة مالتبلايد باي 2 تو ذا باور اوف اكسبوننت 2 في اس المرفوع للاس. دايما بتتخزن في 32 بت وورد يعني 8 بايت. ال high precision أو variance also available. يعني most common format اللي هو IEEE 754 ده الفورمات بتاع floating point اللي هو IEEE 745. في مشاكل مع floating point. مثلا لو احنا عايزين نقول ان ال x دي بتساوي 3.10 عمر ما ال x دي هتبقى بالدقة ان هي 3 ان هي 3.10, فبنقارن بنطرحها من الابسلون ونقول الابسلون دي اقل من 3.10. ممكن تجوجل ازاي نقدر نقارن فلوتنج بوينت اللي هو بيساوي رقم معين. برضو لو احنا هنكتب لوب من اكس لصفر بوينت صفر لاكس 5.10 كل ما يزود واحد انت فاكر ان هو هيمشي من صفر واحد من عشرة 2.10 3.10 4.10 ممكن تشتغل, بس ممكن في iteration ممكن تحصل ان هي تبقى 4.99. الحل ده ان احنا نستخدم ال integer loop counter. في floating point in case في ال AVR وال big compiler مفهوش, بيبقى ال compiler عارف ان هو مفيش floating point unit, مفيش hardware لل floating point, فال compiler هي translate هيترجم كل ال operations دي لكوماندز وكده اللي هو اللي هو ذات ذات سي بي يو سبورتس. دي كوايت ا لوت اوف اوبريشنز طبعا. سو بنسميها الاوبيليتد فلوتنج بوينت سلو, لان افري فلوتنج بوينت اوبريشن كان ممكن تبقى اكنها فانكشن كول. يعني لان في اوبيليتد فلوتنج بوينت في السوفت وير ما فيش هاردوير بيسبورت الفلوتنج بوينت وبيعمل الحاجات دي لوحده, بدل ما نكتب سوفت وير بيقدر يعمل ايميوليت للفلوتنج بوينت زي ما احنا شرحنا الفلوتنج بوينت ازاي الريبريزنتيشن بتاعها. في حاجه اسمها فيكسد بوينت ماث. ال 3 دي انجن زي ما انا قلت قبل كده ان انا جيم اشتغلت في الجيم بروجرامنج وكده بتستخدم في ترانسفورميشن وماثيماتيكال اوبريشن ان 3 دي. يعني مثلا ماثيماتيكال اوبريشن هي برضو ممكن تكون مهتم بيها في الامبيد سيستم زي الماتريسيز مثلا للمصفوفات. في الوقت ده ما كانش فيه سبورت للفلوتنج بوينت والانتجر سبورت حتى على البنتيوم اللي هو القديم ده كانت الفلوتنج بوينت ابطأ من الانتجر سبورت. اللي هي اللي يو بتقدر تسبورت ارثمتيك لوجيكال يونت بتقدر تسبورت الانتجر سبورت اسرع من الفلوتنج بوينت. طب يعني ايه فيكسد بوينت ريبريزنتيشن؟ دي ميثود طريقه يعني لستورنج النمبرز ان باينري فورمات. دايما بتشتغل في الدي سي بي. يعني انا اشتغلت في الدي سي بي بلاك فين.
دايما كان بيسبورت الفيكسد بوينت ماثيماتكس عن الفلوتنج بوينت، لان ما فيهوش فلوتنج بوينت هاردوير. One reason to use a fixed point format عن ال floating point هو ال cost saving digital في ال DSPs. Fixed point بتمثل ال fraction part، هو جزء الكسري، الجزء الكسري يعني، بتسبورت على ال ALU اللي هي تقدر تشتغل integer بس. الشركات دايما بتسوق ال DCP بتاعها لو هو fixed point او floating point model. Fraction digital numbers handle with integers by using an assumed scaling factor، بيبقى في scaling factor لل fixed point mass. لو هو في scaling factor ده 2 أس 15، فبنسميه النوتيشن ده كيو 15. ممكن في ويكيبيديا نشوف الـ open source libraries اللي بتستخدم الـ fixed points زي live fixms، all 3D graphic engines زي سوني بلاي ستيشن والجيم بوي ادفانسد والنينتندو 2D و 3D كانوا بيستخدموا الـ fixed point mass. الـ open GL embedded system DES بيستخدم برضو fixed point mass. ليه؟ لأن هو شغال embedded system which don't always have an FPU، مفهوش floating point. دوم اللعبة الشهيرة جدا من اي دي سوفت وير كانت بتستخدم 16.16 فيكسد بوينت ريبريزنتيشن، كيو 16 يعني. فالفيكسد بوينت ماز امبورتنت جدا في الامبيد سيستم، لان ما بيبقاش معظم المايكرو كنترولرز بتسبورت الفلوتنج بوينت. تمثيل الفيكسد بوينت ماز بيبقى على سكيلد انتيجرز. فمثلا لو انت عايز تمثل الرقم 10.5 with an integer ما تقدرش، لان مفيش decimal place في الانتجر، مفيش 5 من 10. فممكن تترانكيت الرقم ده مثلا لعشرة او تعمله rounding لحداشر، بس لسه برضو هو 10.5 مش integer. طب لو احنا مثلا عملنا scale للنمبر ده by 10 فهيبقى 105 105 which is an integer، ده رقم integer، ده اساس ال fixed point mass. you scale the numbers بتكبر الارقام ب some factor we make sure ان ال factor ده take into consideration when doing mathematics. يعني لو تعمل operations زي multiplication او division او addition او subtraction لازم تحط في الاعتبار ال scaling factor ده. embedded programmers دايما بيمثلوا الفيكسد بوينت ماس 32 بت انتجرز، مثلا لو هو 16.16 معناها ايه؟ الانتجر بارت هنا 16 بت والديسمال بارت 16 بت، واول رقم بيبقى لو هو واحد يبقى ده الرقم ده موجب، لو هو صفر الرقم ده بيبقى سالب. 16 بت يعني هيطلع ثلاث ارقام 3 2 7 6 8، وهنا برضو ثلاثة اللي هو الاكوريسي في الجزء ده بتاع الفيكسد بوينت ماس هو 1 على 65536، 1 على 2 أس 16. يعني معناها ان الديسيمال بوينت بيبقى من بوينت اخره يعني بوينت 0.0015. الجزء الانتجر هنا بيبقى 1 2 4 8 16 32 لغاية 3 2 7 6 8، الديسمال بارت من اول نص ربع تمن 16، فده هيجيب لك الارقام العشرية. انت بتمثيل لسه تمثيل الفيكسد بوينت، انت بتحط الانتجر بارت في ال 16 بت اللي هم الاولين زي ما احنا قلنا، والديسمال بارت في 16 بت التانيين. فانت سكيلينج النمبر ب 2 اس 16 دي غلطة معلش، او 65563. لو انت عايز تجيب الانتجر بارت بس هتشفت وتماسك 17 بت 16 بت الاوليين، وانت لو عايز تجيب الديسمال بورشن اللي هو الجزء العشري بتشفت وتماسك اللور 16 بت. ده ماكرو بسيط جدا اللي هو شيفتنج شيفت بريديوس فيكسد بوينت نمبر اللي هو 16 بت، وده السكيلنج فاكتور اللي احنا قلنا عليه 65536. ده بماكرو بيحول من انتجر لفيكسد بوينت، بتشفت ليفت بالنمبر اللي هو الانتجر اللي هو الان ده،
بتشفته 16 بت على الشمال. فمثلا لو احنا عايزين نمثل مثلا فيكسد بوينت اللي هي السبيد مثلا، فبنحول انتجر تو فيكسد بوينت اللي هو 100. وعشان نحول مثلا فلوتنج بوينت لفيكسد بوينت بنضرب في السكيل ونحوله لفيكسد بوينت ماس. مثلا السبيد في فلوت تو فيكسد بوينت اللي هي 100.5 دي هتتحول لفيكسد بوينت. عشان نجيب الانتجرال بورشن بنشفت رايت 16 بت، وعشان تجيب الديسمال بارت بتعمل ماسك على ال 16 بت الاولانيين. الجمع والطرح سهل جدا. انت بتجمع مثلا فيكسد بوينت مثلا فلوت 10.5، فلوت فيكسد بوينت مثلا ماينس 0.2، فبتقول في اف 1 زائد اف 2 سهل جدا، وتخزنه في اف 3، واف 3 ده برضه فيكسد بوينت. عشان تطرح بتقول اف 1 بس اف 2 وتخزنه في الاف 3. المالتيبليكيشن والديفيجن مور كومبلكس. ليه؟ لان في سكيلينج. فعشان نضرب 2 فيكسد بوينت، فمثلا الاف 1 فيكسد بوينت 1 بيبقى مضروبه في سكيل زي ما احنا قلنا. السكيل لو هي 10.5 فهنضرب في سكيل مثلا 100، فهتبقى 105 عشان يبقى انتجر. ففي سكيلينج فاكتور للفيكسد بوينت، كل فيكسد بوينت ليه سكيلينج فاكتور. فعشان نضرب 2 سكيلينج بوينت هنقول ان 1 في سكيل، ان في ان 2 في سكيل تساوي ان 1 في ان 2 في سكيل تربيع. طيب في شايف انت في فاكتور سكيل تربيع، احنا عايزين سكيل واحد، سكيل واحد. فانت بتشفت السكيل ده بتشفت السكيل ده رايت عشان تقدر تقسم يعني على سكيل، فيبقى لك ال ان 1 في ال ان 2 في السكيل. فبتشفت رايت عشان بالشيفت اللي هو 16 بت في اف 1 اف 2، ده المالتيبليكيشن. الديفيجن لو عندنا فيكسد بوينت 1 ان 1 في السكيل، واف فيكسد بوينت ان 2 في سكيل، فلو قسمت اف 1 على اف 2 هيطلع السكيل هيروح، فالمفروض يبقى هنا في سكيل، نو سكيل، ما فيهوش سكيل، فلازم نضرب في السكيل. الضرب في السكيل بشيفت ليفت هتشفت الاف 1 الشمال ب16 بت اللي هو السكيل بتاعنا، وتقسمه على الاف 2. شكرا.